كييف كيف نظرت إلى مسار التعامل الإسرائيلي مع الحرب الروسية في أوكرانيا منذ بدايتها حتى اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة من أوكرانيا. أهلا من بك. بداية الحرب بصراحة إسرائيل هي كانت محايدة حول أوكرانيا في هذه الحرب، ولكن في آن واحد أكيد أوكرانيا تحصل وحصلت على مساعدة إنسانية ومساعدة خيرية، وكمان أوكرانيا حصلت على معدات عسكرية غير فتاكه، ومنها الحوضات وكمان سترات مضاد رصاص والخ والخ مساعده. في بالمناسبه كمان حول ازاله الغام، من المعروف بان الاطباء الاسرائيليين صعدوا للاطباء في مدينه خرسون وفي مستشفى هناك، مستشفى مركزية، يعني بصفة عامة موجود أكيد نعم. مساعدة من إسرائيل. ولكن في أن واحد ينبغي إدراك بأن السيد نعم. نتنياهو والسيد بوتين كلاهما صديقين كبيرين بصراحة، وأنا لا أعتقد بأن في أقرب المستقبل سوف نعم. تزود إسرائيل لأوكرانيا كل هذه المعدات العسكرية ومنها الثقيلة التي تطلب أوكرانيا. من المعروف بأن بالمناسبة أوكرانيا طلبت من إسرائيل تزويدها بالمسيرات المتطورة. أنا لا أعتقد بأن أوكرانيا سوف تحصل في أقرب الوقت كل هذه المعدات العسكرية، ولكن في آن واحد موجود، يعني على الرغم من الصداقة بين روسيا وإسرائيل، موجود التواتر بين إسرائيل وروسيا حول قضية الإيران. نعم إن تطوير تمام العسكري الإيراني هذا تهديدات مباشرة لإسرائيل.